العاديه يعني. ايه الموقف بقى بالنسبه لهيئات مؤسسات حكوميه حاجات ليها طبيعه امنيه برضو ازاي بيتم حمايتها اللي حصل دلوقتي في العالم؟ انا هقول لحضرتك اللي انا اعرفه عن معظم المؤسسات في مصر. معظم المؤسسات في مصر عندها ما يسمى ب إدارة أمن نظم معلومات، يعني أمن نظم معلومات مش نظم معلومات، دول بيبقوا إدارة لوحدهم. ودول بيبقوا شغلانتهم هو التأمين الكامل لنظم معلومات بعيداً عن الجماعة بتوع الكمبيوتر والتليكومينيكيشن والحاجات دي، بعيد عنهم. دول شغلانتهم تأمين الموقع، تأمين الاتصالات، تأمين التليفونات، تأمين الشبكة نفسها الداخلية، وإن ما تحطش الشبكة دي جنب شبكة الإنترنت، فما ينفعش المعلومات تيجي من هنا لهنا. يعني عشان كده لما حد يقول إيه أصل فلان حاول يخترق شبكة بنك كذا، بيبقى ده نوع من أنواع الخيال العلمي اللي الشخص بيقوله، لأن الشبكة دي غير متصلة أصلا بشبكة الإنترنت في أي منطقة ولا في أي نقطة، فما ينفعش إن حد يعمل كده. ساعة لما بيحصل حاجة زي كده بيبقى ده اختراق، في بعض الأحيان بيكون اختراق داخلي. طيب قانونا بقى لو بنتكلم بلغة القانون، يعني في قانون دولي حاجة حتى يعني مش هقول أعراف يعني لأن كده ده في خرق لكل الأعراف، لكن في قانون دولي بينظم المسألة دي، بيحاسب بيحاكم بيحمي اللي بيقع عليه الضرر؟ في اتفاقيات تبع الاتحاد الدولي للاتصالات تبع الأمم المتحدة بتحكم هذا الموضوع. اتفاقيات الاتحاد الدولي للاتصالات بتحكم هذا الموضوع، بس برضه في الآخر خاضعة للأمم المتحدة. بنفس الطريقة الأمم المتحدة بتتعامل بيها مع قضايا كتير ممكن حضرتك تقيمي الموضوع. فعشان كده بيبقى الموضوع إمتى الموضوع يبتدي يبقى فيه اهتمام بيه؟ أول ما نبتدي أجهزة المخابرات تشتغل في الموضوع، يبقى الموضوع مهم ويبقى الموضوع يبتدوا يتكلموا، لأن في مصالح مشتركة بين أجهزة المخابرات في العالم كله، لأن الاتصالات بالذات خلت أجهزة المخابرات الأعداء تصاحب بعض. يعني اللي بيحصل النهاردة ده هيكون نهايته إيه في تصورك؟ هيكون في اتفاق ضمني يعني حاجة شرفية؟ لا مش اتفاق ضمني، هو بين الأجهزة المخابراتية هو مش أكتر من أن كل واحد هيتأكد أن هو لا يقع ضرر عليا ولا يقع ضرر عليك. لو انت كنت عملت الحاجات ديت يبقى هنشوف هنعمل معاك ايه، ما اعرفش بقى بينهم بعض مخابرات هيعملوا في بعض ايه، او هردها لك يعني. لا ما هردها لك، دي ده موضوع انا ما اقدرش اقول عليه، انما الفكره كلها ان لما بتخش المخابرات بيبتدي الموضوع يتسمع، بالذات بقى لما نبتدي نحاول ندخل فيه شخصيات عامه. يعني ندخل فيه رئيسة الوزراء، ندخل فيه المستشارة الألمانية، ندخل فيه يعني نبتدي إيه نرفع درجة المنظر العام قوي. تمام، بس حضرتك بتطمننا وتصريحات وزير الاتصالات حضرتك معاها وبتأمن عليها ان احنا بالفعل مؤمنين ضد اي محاولات للتجسس الخارجي او التنصت او ما الى اخره، لان احنا بقى عندنا خبرة امنية وحس امني عالي ورفيع. احنا عندنا اصلا احنا مش محتاجين حد. عندنا 96 مليون خط موبايل. 96 مليون خط موبايل، حضرتك مش متخيلة الرقم ده. احنا بنقول ان الشخص الواحد بيطلع المتوسط بتاعه يا بيطلع 3 مسجز رسالة نصية اس ام اس في اليوم، يا بيطلع 30 من بتوع الواتساب والبي بي ام والحاجات زي كده. فهو بيطلع 30 من دول يا 3 من دول طبعا عشان الفلوس. فالافرج ده رقم خرافي، حضرتك اضربي بقى في 96 في 96 مليون، الرقم ده رقم كبير جدا. فعشان كده مش حس امني. عندك عمارة فيها 170 دور فمحتاجة تحميها، ما ينفعش انك تسيبيها كده. الناس اللي هي الناس اللطيفة اللي هي في بعض البلاد عندهم 20 مليون مستخدم للموبايل، دول ممكن يكونوا مهتمين اهتمامات مختلفة عننا خالص.